شكرا 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 شكرا. اذا مرحبا بكم يا اطفال، مرحبا بكم، وانتم كذلك لكم تشوفوا فينا الى حبيتوا تجوا تفرحوا معنا كما زملائنا هادو اصدقائنا هادو مع عمو يزيد. ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذا الشكل. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال. لما تشاركوا شوية تاع الصبر، لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل كما راكم اليوم. راكم شابين هكذا، عمو يزيد ولا بسبرنوس تاني، وعدنا سنين وشابة، لأننا راح نحتفل بالمولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف نسبة لمن؟ تعالي أروحي بنتي، تعالي أروحي. واسمك بنتي؟ وسام. وين تسكني وسام؟ في براقي. في براقي، الله يبارك. شحال في عمرك؟ حنقبل 9 سنين. أوه 9 سنين. نسبة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه رسول وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. برافو 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 برافو. نسبة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه الفترة هذه يا أطفال، المولد النبوي عندنا بزاف مفاجآت اليوم، ولكن حبيت نتكلم تاني على يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. إذا يوم 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. احنا دائما دائما نضامنوا مع الشعب الفلسطيني، وخاصة أطفال فلسطين. يا أطفال على بالكم باللي أطفال فلسطين يحتاجوا مساعدتنا ويحتاجوا التضامن تاعنا، إذا احنا متضامنين معهم وإن شاء الله ربي يوفقهم. تحبوا الألغاز؟ نعم. أوكي. لغز اليوم يقول: تدور ولا تتعب، تأكل ولا تشرب، ما هي يا ترى؟ أعيد اللغز: تدور ولا تتعب، تأكل ولا تشرب، ما هي يا ترى؟ إذا نفكروا لغاية نهاية الحصة، أنتم وأصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز باش يربحوا هدية بالطريقة التالية. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا لغاية نهاية الحصة الجواب عن اللغز أنتم وأصدقائنا. بالتوفيق. شاطرين انتما؟ اوكي. اذا بما اننا راح نحتفل بالمولد النبوي الشريف، في المولد النبوي الشريف الماضي كنا درنا نبذه تاريخيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم حبينا نديروا نبذه تاريخيه عن ام الرسول صلى الله عليه وسلم. شكون يعرف ام الرسول اسمها؟ تعالي بنتي، تعالي 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 بنتي. وش هو هذاك لو في يدك؟ لمن؟ لعمو يزيد. روح جيبيه، جيبي الورد، جيبي جيبي جيبي. عمو يزيد يحب الورد بزاف. شكرا شكرا بنتي، شكرا 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 بنتي، الله يخليك. اروحي من قدام لي بنتي. واسمك بنتي؟ نور هانيسه. اوه اسمك شباب. شحال في عمرك؟ 9 سنين. شحال؟ 9 سنين. وين تسكني بنتي؟ باب الواد. باب الواد، الله يبارك الله يبارك. واسمها أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هي أمينة. أمينة كيفاش؟ أمينة بنتو؟ بنتو و؟ والد و؟ وهب. فوالا، أمينة بنت وهب. برافو برافو بنتي، أمينة بنت وهب. إذا رايحين نتعرفوا على أمينة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم مع نور الهدى. تفكري؟ إذا تفضلي تفضلي نور الهدى، تفضلي تفضلي نور الهدى. تصفيق على نور الهدى. السلام عليكم أصدقائي الأطفال. مساء الخير عمو يزيد. مساء الخير، مرحبا بك بنتي، تفضلي. اليوم جيت نحكي لكم عن حياة سيدتنا آمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
تندرج آمنة بنت وهب من بني زهرة بن كلب، وهم أحد بطون قريش ذات المكانة العظيمة. فقد كان أبوها وهب بن عبد مناف سيد بني زهرة شرفا وحسبا. نشأت في أسرة عريقة النسب مشهود لها بالشرف والأدب، ورباها عمها وهيب بن عبد مناف، وكانت تعرف بزهرة قريش. وقيل أنها عندما خطبت لعبد الله بن عبد المطلب كانت حينها أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا. ذهب عبد المطلب بابنه عبد الله حتى أتى وهب بن عبد مناف، وهو يومئذ سيد بني زهرة سنا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة بنت وهب، وهي يومئذ سيدة نساء قومها. ولما تزوجها عبد الله أقام عندها 3 أيام، وكانت تلك العادة عندهم. وحملت آمنة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله من مكة متوجها إلى غزة في الشام في قافلة بهدف التجارة بأموال قريش. وفي طريق عودتهم وأثناء مرورهم بالمدينة المنورة مرض عبد الله، فقرر البقاء عند أخواله من بني النجار، وتوفي بعدها عن عمر 25 سنة. وكانت زوجته آمنة بنت وهب يومئذ حامل بالنبي محمد لشهرين. ولد يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل، عندما حاول أبرهة الأشرم غزو مكة وهدم الكعبة. وكانت آمنة تحدث أنها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من ثقل ولا وحم. وبعدما ولدته أرسلت إلى عبد المطلب تبشره بحفيده، ففرح به فرحا شديدا، ودخل به الكعبة شاكرا الله، وقال: ليكنن لابني هذا شأن، واختار له اسم محمد. لما بلغ الرسول محمد 6 سنين خرجت به إلى إخواله بني عدي بن النجار بيثرب تزورهم به، ومعه أم أيمن تحضنه، فنزلت به في دار النابغة عند قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فأقامت به عندهم شهرا، ثم رجعت به أمه إلى مكة. فلما كانوا بالأبواب توفيت آمنة بنت وهب وهي بنت 20 سنة، وقبرها هناك، ورجعت به أم أيمن إلى مكة رحمها الله. رحمها الله. إذن يا أطفال، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله مهم جدا عندنا احنا في الأمة الإسلامية. إذن نحتفلوا به ونتوقفوا، ولذا تلبسوا مليح، نحتفلوا، ندعيوا، يعني فيه عدة أشياء نقوم بها في هذه المناسبة هذه. وأنا بهذه المناسبة هذه عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها على النبي صلينا. هذه أغنية خاصة برسول الله، تغنوها كامل معايا صلى الله عليه وسلم. يلا تغنوا معايا. إنه نور القرآن.
برافو 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 برافو. اذا شكرا 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 اكرام، شكرا طاطا خديجه، يعطيكم الصحه على هذه الحنه الجميله ودرت لهم زوج جديدين راني نشوف. شكرا شكرا شكرا. اذا مولد نبوي كريم لكل الامه الاسلاميه ان شاء الله يا ربي بالصحه والهنا. واش رايكم يا اطفال نروحوا ل العاب الخفه؟ تحبوا العاب الخفه؟ اذا نروحوا لالعاب الخفه مع عمو رضا. تصفيق على عمو رضا. تفضل 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 عمو رضا، تفضل 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 تفضل. برافو 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 عمو رضا. عجبتكم العاب الخفه يا اطفال؟ برافو برافو. اذا يا اطفال عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه جميله، هي حكايه الرجل الحكيم. يلا معايا. اذا يا اطفال كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه الرجل الحكيم. واحد النهار كان واحد الرجل يمشي، هذاك الرجل كان يمشي ومن بعد طاحت منه المحفظه نتاعو، المحفظه البورتفاي ديالو، بورتفاي فيه دراهمو وفيه كوارتو وفيه كلش. ومن بعد كي طاح له هذاك البورتفاي ما شافوش هو، مشى. وقت من بعد جا واحد الرجل جايز من هذيك الطريق، كان فايت هكذا برك. كي جا فايت شاف هذاك البورتفاي في الارض، راح يرفد هذاك البورتفاي فتحوه هو باش يشوف تعمل، يعني يشوف البطاقة نتاعو، يشوف لاكارت تاع هذاك الإنسان. هو كيف فتح البورتفاي هكذا قاعد يشوف البطاقة، مو البورتفاي رجع يحوس عليه،
صابو فتح هذاك البورتفاي. قالوا انت السراق. قالوا لا لا لا، انا فتحته برك باش نشوف تعمل باش نجيبه لك. قالوا لا لا، انت السراق وانت اللي سرقته لي. قالوا لا لا، على البليس. قالوا نقول لك انا فتحته باش نشوف برك البطاقه تعمل باش نرجعه لك. قالوا لا لا، انت السراق. قالوا ما نروحوا للقاضي. يلا نروحوا عند القاضي. ومن بعد كي راحوا للقاضي، هذاك الانسان اللي بحر البورتفوي تاعو قبيح، قاعد يقول للقاضي هذا سراق، حكمته كي رجعت سبته فاتح البورتفوي تاعو ويفتح فيه ويشوف فيه وكامل هو سراق. والاخر باين انسان يعني تقي، انسان باين باللي خطيه يعني. قال القاضي والله العظيم يا سيدي القاضي، غير انا فتحته باش نشوف تاع من هذا البورتفوي باش نرجعه له. قال له اسكو عندك شاهد؟ هورزمون كو واحد الانسان كان يشوف، شاف كاع القصة هذيك. قال القاضي أنا شاهد، أنا شاهد بلي هذا الإنسان هذا ما كانش تما، مشي هو اللي سرق، طاح البورتفاي للشخص الأول وهو صابو فتحوا باش يشوف، مشي هو اللي سرقه له. عمو يزيد، عمو يزيد، استخلصوا حكاية اليوم. يجب أن لا تتسرع في إعطاء قرارك دون أن تتحقق من الحقيقة. برافو 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 بوبي. إذا الإنسان ما لازمش يتسرع في إعطاء قرار حتى يتحقق من الحقيقة، لأنك إنما بعد الظن إثم. يعني الإنسان لما تظن به خطأ فهذا إثم كبير، أنك تظلم الإنسان. يا أخي ما لازمش نظلم الناس، لازم دائما نتحقق من الحقيقة، تكون عندنا الحقيقة باش نأخذ القرار. يا أخي يلا معي. يا أطفال لحقنا دركا لواحد الركن اللي نحبو بزاف، هو ركن بريد عمو يزيد، وين نقراو الرسائل تاع الأطفال اللي راسلونا. وانتم تاني يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا، إلا حبيتوا ترسلونا باش نقراو الرسائل تاعكم هنا في الحصة، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار آراء وملاحظات، تكتبوا لنا الرسالة ورايحين نقراوها هنايا. بوبي شوف البريد، شوف الأطفال كش ما بعتونا رسائل جميلة، أنا وليت نحب هذه الرسائل هذه. تحية تحية البوبي، تحية تحية، باش يجيبنا رسائل جميلة جميلة. كاين؟ جميل جميل، أنا عدت نحب الرسائل هادو. برافو 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 بوبي، برافو برافو، شكرا شكرا. إذا نقراو الرسائل تاع الأطفال أصدقائنا. الرسالة الأولى لدرع ريتال 3 سنوات من مدينة جيجل، يماها قالت لنا حصة جميلة جدا أعجبت بها ريتال كثيرا. إذا مدام ريتال 3 سنوات من جيجل، ربي يحفظها إن شاء الله، وماذا بينا تجيبوها لنا للحصة. مرحبا بك بنتي. الرسالة الثانية، الرسالة الثانية، شابي سفيان 39 سنة صديق الحصة من لو هافر من فرنسا، دونك دو هافر دو فرانس، قالك سي اون تري بون ايميسيون، حصة رائعة. شابي سفيان 39 سنة صديق الحصة، ميرسي ميرسي بوكو اي سالوتاسيون ا توت لا كوميونيتي الجيريان ا ترافير لو موند نوتامون ان فرانس اي او هافر سورتو. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة شابي سفيان. الرسالة الموالية، قرباج لطيفة 12 سنة من مدينة عين تموشنت، قالت لكم أنا أحبكم وأريد المشاركة معكم. يا لطيفة مرحبا بك بنتي، مادام سجلتي حتما سوف نتصل بك وتجي تفرحي معنا، وحنا تاني نفرحوا ونحبكم يا ناس تموشنت. الرسالة الموالية، مالك عبد الإله 6 سنوات من مدينة تبسة، الله يبارك، قال لك أنا أحب عمو يزيد وأريد المشاركة وشكرا. إذن مالك عبد الإله من تبسة 6 سنوات، حتما سوف نتصل بك وتجي تحضر معنا وحنا نحبوك تاني. إذن الرسالة الأخيرة تقول، نواري ليديا 10 سنوات من كوماندار من مدينة سعيدة، الله يبارك سعيدة الغرب الجزائري، مرحبا بهم. هي تقول البرنامج جميل جدا وأنت أجمل يا ليديا، وربي طول عمرك إن شاء الله، وإحنا نفتخر بهذه الرسائل. إذن إلى حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إلى توجهوا الموقع على الإنترنت عمويزيد.com، تضغطوا على زرار آراء وملاحظات وتبعتونا رسالة جميلة.
لحقنا درك الواحد الركن تاع النكت. شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ نكته 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 نكته. شكون عنده نكته جميله؟ ها عندك؟ تعالي بنتي روحي، تعالي تعالي الشابه، تعالي بنتي. نغني لك. واش راكي باغيه؟ نغني لك. اه برافو، قعدي بنتي قعدي قعدي معايا. وكسموك ملك. ملك وين تسكني ملك؟ شبلي. في الشبلي، الله يبارك. حبيتي تغني؟ غني لي بنتي. نحبك مراتيني، نحبك ابيتي، انتوما حياتي وسر سعادتي. نحبك يا امي ونحبك يا ابي، نحبكم يجري في دمي دي مشاكل قلبي. برافو برافو، اغنية تاع مو يزيد هذه. برافو بنتي، برافو برافو، ارجعي لمكانك. شاطرة شاطرة بنتي شاطرة. شكون اللي عنده نكتة ولا شو يحب يقول حاجة لعمو يزيد؟ تعالي بنتي تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ وفاء. وفاء وين تسكني وفاء؟ في الخميس. الخميس مليانة، الله يبارك، ولاية عين دفلة. ها وين جاي الخميس هذه؟ خميس الخشنة. آه خميس الخشنة، إذا تحياتنا السكان خميس مليانة، ولكن وفاء من خميس الخشنة كذلك اللي نحييوهم. يا أخي شحال في عمرك بنتي؟ سبع سنوات. سبع سنوات، واش حبيتي تقولي عمو يزيد؟ نقولو نحبك ونغني الغنية. أوه أنا تاني نحبك بنتي، غني لنا غنية. أمي يا حبا أهوى، يا قلبا أعشق دنيا، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شذا، ماذا أتذكر يا أمي، لا يوجد شيء أنساه، فالماضي أحمل أزهارا والحاضر تبسم شفتاه. برافو 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 بنتي، برافو شاطرة شاطرة بنتي. شو اللي عنده نكتة ولا يجي يحكي هنا؟ تعالي بنتي تعالي تعالي، أروحوا في زوج معلش. تعالوا 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 اقعدي بنتي، انت روحي لعندي هنايا، روحي روحي بنتي هنايا. واسمك بنتي؟ سارة. سارة شحال في عمرك سارة؟ تسع سنوات. وين تسكني؟ في الأربعاء. اه الأربعاء، الله يبارك الله يبارك. احكي لنا بنتي. كانت واحدة الذبانة غنية وحدة فقيرة. الغنية عرضت الفقيرة، حط لها القاطون، بعد كي جات خارجة دارتها الريحة، من بعد الفقيرة عرضت لها غنية، من بعد حطت لها القاطون والحليب، بعد كي جات خارجة دارتها في الطقس ماتت. ما عندهاش الريحة. اوكي بنتي، واسمك بنتي؟ ياسمين. ياسمين، وين تسكني ياسمين؟ فين بنيان. عين بنيان، شحال في عمرك بنتي؟ خمسة. خمس سنين، وش حبيتي تقولي يا عمو يزيد؟ كش قرآن. اه قرآن، قولي لي بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطول السنين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. برافو بنتي، برافو برافو برافو. الحقنا دركا يا أطفال، الحقنا دركا للجواب عن اللغز. الجواب عن اللغز، شو هل من جواب؟ تدور ولا تتعب، تأكل ولا تشرب، يا ترى ما هي؟ ما هي؟ تعالي بنتي أرواحي. واسمك بنتي؟ وفاء. وفاء، قولي لنا وفاء وشو الجواب؟ سلحفات. سلحفات، لا لا عندك جواب. تعالي ولا انت يا غلي تجي تحبي. واسمك؟ واسمك سيرين. سيرين؟ ايه. عندك جواب؟ لا لا. ايه. عندك. تعالي بنتي ذكريهم باسمك بنتي. ايمان. ايمان، وش هو الجواب؟ ساعة. لا لا ماشي الساعة. تدور ولا تتعب، تأكل وتشرب. تعال. الطاحونة. اوه واسمك بنتي؟ وسام. وسام، وين تسكني وسام؟ في براقي. في براقي، اعطيني الهدية تحت طاحونة
أنا نحب الشاطرين. إذن الجواب كان الطاحونة. إذن وسام عمو يزيد يهديك هذا الكوب باش تشربي فيه الحليب ولا الماء، ويهديك ثلاثة تاع سيديهات من حق الطفولة معلمي، ومبروك النجاح عليكم. ثلاث سيديهات في سنتين، في كل سيدي فيه 22 أغنية. تفضلي بنتي. العفو بنتي، العفو 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 العفو. اليوم عندنا عيد ميلاد نجمة 6 سنوات. تعالي نجمة، أروحي بنتي، تعالي 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 نجمة، تعالي نجمة، تعالي تعالي بنتي. إذا نجمة عيد ميلادها اليوم، عمو يزيد معاكم راح يغني لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع نجمة. يلا وروحوا التحقوا بيه باش نغنوا لها. تعالوا تعالوا يا أطفال، تعالوا يلا غنوا معايا، أرواحوا تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي تجيب يا سنة، وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي تجيب يا سنة، وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها، وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 عمو يزيد، يشعل لك الشمعة بنتي. إذن حسبوا معايا، 6 5 4 3 2 1، طفي الشمعة بنتي. برافو 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 برافو. إذن بنتي أعطيني الشهادة تاعها. يا أطفال هذه شهادة تصوير حصة مع عمو يزيد، وين راحين تحتفظوا بها كامل كما راكم، كي تخرجوا تكون عندكم شهاده، شهاده تنتظر فيكم. هذه الشهاده نتاعك بنتي، هاي لك باسمك عبداوي نجمه. فوالا، بما انك جمعتي 5 قاسمات من علب حليب رامي ورسلتينا على صندوق بريد 42 الف استوالي العاصمه، رامي راعي البرنامج يهديك هذه الدراجه، هذه ان شاء الله تستفادي بها بنتي للترفيه. شكرا شكرا يا اخي. وانتم تاني يا اطفال ما عليكم الا ترسلونا ب5 قسيمات علب حليب رامي على العنوان التالي، صندوق بريد 42 الف استوالي العاصمه. ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. سلام، نحبكم يا اطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا.
أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.